بعدها مشكوني يا جماعة الخير بعد هلال وطقوا الكلبشات في يدي. وطل يا جماعة الخير في الصندوق إلا الصندوق صار فيه مخدرات. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. يا أخي والله العظيم إن الكلام هذا اللي قاعد أقوله لكم كلام طالع من كل قلبي. يا جماعة الخير يا أخي الله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة، ويسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. يا الله يا رب القلوب القاسية والعباد العاصية والجبال الراسية، إنه يسخر لكم السماء وما فيها والأرض وما عليها. أسامة إيش السالفة وليه المقدمات هذه وليه قاعد تدعي لنا بشكل دائم؟ جماعة الخير والله العظيم الشيء اللي قاعدين تسووه شيء جبار مرة. يوتيوب للمرة الرابعة التوالي يقول لك ان اخر 4 مقاطع نزلت في القناة عدد اللايكات وعدد المشتركين يفوق المعتاد بنسبة قوية مرة. عشان كذا يا جماعة الخير اليوم ما اخذت راحة ورجعت اقرأ القصة الجديدة واسجلها الان. ولكن حبيبي وعزيزي المتابع، تأكد ان قصة اليوم قصة عادي في يوم من الايام تشوفها في احد الافلام، قصة من الرتم الثقيل مرة. فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، ويلا خلنا نبدأ في قصة اليوم. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير القصص تحكينا اشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. في القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه سعد. يقول سعد: احنا اسرة مكونة من 4 عيال وانا الولد الصغير في هذه الاسرة، وبرضو عندنا 3 بنات ولكن كلهم اصغر مننا. يقول واسرتنا كانت من الاسر اللي كان عندها خير ونعمة. ابوي كان عنده بعض الاراضي وعنده بعض المحلات اللي هو كان يديرها. المهم يا جماعة الخير بدت هذه القصة معاي بعد ما تخرجت من المرحلة الثانوية. توني متخرج، مثل ما انتم عارفين طلاب الثانوي بعد ما يتخرجون في اللي يكمل دراسة وفي اللي يبغى يشتغل وفي اللي يبغى يريح سنة وفي اللي راحت عليه السنوات وهو قاعد في البيت. يقول طبعا عندنا نظام في البيت، ابوي دائما يشجع الشخص اللي يبغى يدرس. انت تبغى تدرس بكالوريوس؟ ها خذ. انت تبغى تدرس دكتوراه؟ خذ 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 خذ. كان يعطي يمين يسار للناس اللي تبغى تدرس وتحب الدراسة، وكان مشجع بشكل كبير مرة. ولكن انا شخص والله اني كنت ما احب الدراسة نهائيا، وقلت ابغى اشتغل وبلا دراسة وبلا وجع راس، ابغى اشتغل واجمع فلوسي بيدي. وكنت مسحي اني اقول هذا الموضوع لابوي. يعني انت تخيل الموقف هذا، ان ابوك شخص يحب الدراسة وتجي انت تقول لا والله ما ابغى ادرس. الموضوع هذا فيه صعوبة انك انت تطرحه عليه. ولا برضو ابوي الشيء اللي قاعد تسويه شيء نادر. القصة هذه ممكن لها 30 أو 40 سنة، والناس اللي كانوا يشجعون على الدراسة كانوا قليل، ما كانوا بالعدد المهول اللي موجودين فيه الان. المهم خلني اقول لكم. يقول سعد: جماعة خير انا منحرج من ابوي، ما ادري كيف اوصل له واقول له هذا الموضوع بدون ما يزعل، لان ابوي والله ما قصر معي، سياره وشرالي واي شيء ابغاه يجيبه لي. سبحان الله قليل اللي يقدر الشيء هذا. لما ابوك يكد عليك ويعطيك مفروض تكون مدين له بالنجاح. المهم يقول سعد: رحت وكلمت امي، قلت لها: يا يمه والله العظيم اني انا مالي خلق دراسه وما ابغى ادرس نهائيا، لان الدراسه ما هي في جوي ابد، واتمنى والله اني لو اشوف لي وظيفه امشي فيها اموري، او اني اتعسكر وادخل في المجال العسكري وينزل لي راتب بشكل دائم. انا والله مالي في الدراسه نهائيا. امي مباشرة قالت: اقول سعد انا مالي دخل، تبغى تروح تقول لابوك قل له، ولكن لا تقول لابوك الحين، تبغى تقول له قل له بعد صلاة العصر، بيكون مروق وقاعد يشرب شاهي، اطرح عليه هذا الموضوع وقل له اللي تبي. قلت لها: يما يعني ما تقدرين تقولين له ابد؟ قالت: لا والله اني بريئة حرفيا من هذا الموضوع، وانا ما ابغى اتدخل في مستقبلكم نهائيا، فابوك عنده العلم كامل. قلت لها: خلاص يا يما بروح اكلم ابوي واقول له هذا الموضوع من الى، ويا الله يا رب انه يوافق. المشكلة يا جماعة الخير ابوي ترى ما هو بعصبي، ما هو بعصبي نهائيا، ولكن انا والله العظيم اني منحرج منه بسبب كرمه الزايد اللي قاعد يسويه لنا. يا اخي عيب اني ما اسويه له لو شيء واحد هو يتمناه. المهم يا جماعه الخير جاء اليوم الموعود، الجلسه المعتاده في نص الصاله. المهم جيت وجلست جنب اخواني وخواتي واحنا قاعدين نتقهوى ونشرب شاي. بين السواليف هذه لاحظت ان ابوي قاعد يضحك، قلت هذا الوقت اللي اقول لابوي هذا الكلام. وابوي كذا قاعد يضحك، قلت له: يبا يا اخي ودي اقول لك شيء بس والله اني مستحي منك. قال لي: وش فيك يا سعد؟ قلت له: يا يبا انا والله العظيم ودي اشتغل او ودي اتعسكر، اما سالفة الدراسة والله اني مالي فيها. يقول اول ما قلت هذا الكلام الا اخواني وخواتي وامي سكتوا، وطلعت الصالة هادئة لابعد درجة. يقول لابوي ناظر فيني قال لي: سعد ليه ما تبي تدرس؟ وش السبب اللي ما يخليك تتعلم؟ قلت له: والله يبا اني ابغى اشتغل، وانت شفك يا يبا ما شاء الله، هل التجارة ذي جبتها كلها من العلم؟ الا ابوي يقول لي: يا جماعة الخير، قال لي سعد قبل كان العلم صعب مرة، عشان كذا ما قدرت ادرس وقضيت حياتي كلها في العمل عشان اجمع الثروة اللي قاعد تشوفها الان عندنا. ولكن انا متأكد يا سعد لو
اذوق 5% بس من الشيء اللي صار معاي والمكدة اللي تعرضت لها، والله انت حب يدك مقلوبة. لا تقارن حياتي يا سعد بحياتك الان، انت الحمد لله داخل بيت وعندك مكيف وامورك زينة، ولكن حياتي انا وحياة اخواني كانت حياة مختلفة مرة. عشان كذا يا سعد انا قاعد انصحك انك تدرس وتتسلح بالعلم من الان، لان صدقني بيجي اليوم اللي تحتاج فيه لشهادتك وعلمك. والشخص ترى اللي يدرس مو عبارة عن شهادة يشيلها في يده، لا، سبحان الله ربي يسخر لك اشياء انت ما تدري عنها ويوسع مداركك الاشياء اكثر واكثر. والان تشوف يا سعد الشخص في البداية يتخرج كهندسة وتحصله يشتغل شغل ثاني، هذا الشيء يصير بسبب ان مداركه قاعدة تتوسع. سعد يا ابوي انا انصحك انك تدرس، والامر ترى بين يدك، انا ما راح اتدخل فيك نهائيا، ولكن قبل ما تعزم امر كامل ابغاك تقوم تصلي صلاة الاستخارة وتشوف ربي وش يكتب لك من الخير. يقول سعد الصدق يا جماعة خير، كلام ابوي اقنعني بشكل كبير مرة. قلت والله الدراسة يعني شيء مهم، ولكن انا الحمد لله اهلي بخير وانا والله ما ودي ادرس. قلت له خلاص يا هيبة ابشر، بصلي صلاة الاستخارة وبشوف ربي وش يكتب لي من الخير. وصدق يا جماعة الخير قمت ودخلت لغرفتي وصليت صلاة الاستخارة. يقولوا ماشي، لحد الان ما احس ان الامر انتصف في عقلي، فقلت خلني اصليها مرة ثانية. ورحت يا جماعة الخير وصليت صلاة الاستخارة مرة ثانية، وصرت ادعي واقول لربي يا ربي اذا كان هذا الامر فيه خير فوجهني له، واذا كان فيه شر فصدني عنه. سبحان الله في اليوم الثاني بعد ما صحيت الا حسيت اني انا عزمت امري، اني صدق ما ابغى ادرس وابغى اشتغل وما ادري وين الخير فيه. ورحت لابوي وقلت له، قلت له يبا انا صليت الاستخارة مو مرة، صليتها مرتين وربي ملهمني اني انا ما ادرس واشتغل. قال لي ابوي انا ابد معاك باللي تبغاه، ولكن اذا تشوف هذا الامر ينصب في صالحك فانا معاك يا ولدي ما راح اوقف في وجهك نهائيا. وش تبغى تسوي؟ تبغى تصير تاجر ولا تبغى تصير عسكري؟ اذا تبغى تصير تاجر شوف لك مشروع انت تبغى تشتغل فيه وابد انا امولك بالمبلغ اللي انت تبغاه، واذا والله تقول ابغى اصير عسكري مثل ما قلت لامك فابد الموضوع بين يدك. قلت له يبا لا ابغى اصير عسكري والتجاره والله مو بوقتها، والله انا يبا شخص ابغى اتعسكر وابغى اتزوج يعني بدري واخلص اموري بدري. قال لي ابوي ابد اللي تبغاه سوى، ابد خذ ملفك وروح قدم على الجهات العسكريه كلها وان شاء الله يقبلونك في القطاع اللي انت تبغاه. المهم قمت يا جماعه الخير من عند ابوي وصدق جهزت ملفي وشهاداتي واوراقي يوم كان التقديم يدوي. يقول واخذها وانتظر تواريخ التقديم اللي تنزل في الجريده. يقول المهم رحت جهزت يا جماعه الخير ملفي وجهزت اغراضي كلها. طبعا زمان كان التقديم يدوي، مش كنا نسوي نروح يا جماعه الخير للبقاله وفيه السياجات المخصصه للجرايد، كذا جرايد ورقيه قديمه ننتظر تواريخ القبول وجدول القبول العسكري حقهم. يقول واناظر لين حصلت التاريخ المعين للتسجيل، وحاطين الشروط عندهم صوره وما ادري ايش وملابس وجب اغراضك كلها يعني. يقول جهزت اموري من الى، وتوجهت يا جماعه الخير بعد مرور ممكن 3 أسابيع للمكتب العسكري اللي ودي فيه شهاداتي وملفي كامل واعطيهم اياه. المهم اروح يا جماعه الخير للمكتب العسكري هذا واعطيه الملف. قال لحظات من فضلك وصير سجل معلوماتي سعد بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني وتاريخ الميلاد والطول والوزن، كل معلوماتي كلها يسجلها. بعدها يا جماعه الخير يعطيك كذا قطعه صغيره كانها بطاقه ولكنها من كرتون مكتوب فيها الرقم المخصص لك في الانتظار، واخذ الرقم هذا وارجع للبيت وبعد فتره راح تطلع اسماء المقبولين وين فيه، راح تطلع يا جماعه الخير في الجرايد الموجوده في البقالات. وصرت كل يوم امر عند البقاله بدون ما اشتري الجريده، لا في جرايد كذا موجوده بس للتصفح تاخذها وتقلبها، واذا تبغى تشتريها تاخذها وتروح فيها البيت. صرت كل يوم امر لذي البقاله اشوف هم قبلوني ولا لا، امر اليوم الاول واليوم الثاني الثالث، الصدق طفشت وانا قاعد كل شوي امر على هذه الجرايد. وانا ذاك اليوم قاعد اقرا بعض الجرايد اللي في رجال كان كبير في العمر، فكنت كل يوم اشوفه يقرا الجرايد الموجوده في البقاله. قلت خلني اساله بما انه كل يوم يقرا، اساله هل هو يعرف تواريخ القبول او لا. قلت له يا عم ما تعرف متى تجي اسماء المقبولين في الكليات العسكريه؟ قال اذا شفت البقاله زحمه تعرف ان الاسماء انزلت، ولكن تراها ما تطول. متى عطوك الرقم؟ قلت له ممكن قبل اسبوع ونص. قال لا يبغى لك اسبوع ونص زياده وباذن الله راح يطلع اسمك، والله يوفقك يا ولدي. قلت ابد جزاك الله خير. صدق يا جماعه خير صرت انتظر لين ما مرت 3 أسابيع الا جاء اليوم اللي تنزل فيه الاسماء اللي في الجريده، واخذ الجريده وابحث عن اسمي سعد 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 اول حرف كذا ابحث عن حرف السين لين حصلت اسمي سعد واني مقبول وحاطين لي المكان اللي اتوجه له. ورحت بشرت ابوي بهذا الموضوع وفرح ابوي بخصوص هذا الموضوع، وجهزت اغراضي يا جماعه خير وجهزت اموري وسلمت على امي وابوي وتوجهت للمنطقه المعنيه اللي راح اكون فيها وراح يدربوني التدريبات العسكريه وراح اشتغل هناك عسكري.
وصدق يا جماعة الخير مرت الأيام وخلص دورة العسكرية لما تقارب 6 شهور وحطوني يا جماعة الخير في شمال المدينة، وهلي كانوا موجودين في جنوب المدينة، يعني عكس الجهتين تماما، أنا راح أكون ساكن في الشمال وأهلي ساكنين في الجنوب. وصرت مستمر حرفيا داخل دوامي هذا. طبعا العمل اللي قاعد أشتغله يا جماعة الخير عمل إداري، ما كان يعني عمل عسكري بحت، فكان عمل إداري واستمرت حياتي هناك لين ما صار عمري يا جماعة الخير 26 سنة. فقررت يا جماعة الخير من شغلي المتواصل هناك إني أرجع وأشوف أهلي وش صار عليهم وش وضعهم، وأصلا مراسلاتي كانت بينهم في السنوات هذه ما تيجي إلا ممكن في الشهر مرة، وبرضو أتصل عليهم عن طريق كبائل الاتصال اللي موجودة عندنا. المهم في ذاك اليوم دخلت البيت إلا أبوي وأمي في وجهي، وسلم على أبوي وسلم على أمي وسلم على أخواني. فأبوي صار يسألني ها كيف العمل كيف الشغل يا أخي وينك من زمان ما جيت؟ قلت له والله يا يبا إني لهيت مع هذا العمل، ولكن يا يبا أنا اليوم جايكم بشيء ودي إنكم تسعون لي فيه. قالت لأمي خير إن شاء الله وش فيه؟ قلت لها يا يما أنا رجالة نبغى أتزوج. اللي أمي تقول لي هذه الساعة المباركة أبد، مني سعيدة الحظ اللي راح تتزوجك. قلت لها والله يا يما بحثي لي عن زوجة، وأنا رجال أبغى أتزوج بدال ما أقعد هناك الحالي أكون قاعد أنا وزوجتي والحمد لله راتبي يغطي الحاجة. قالت لي أمي أبشر أبد غالي والطلب رخيص والشيء اللي تبغاه راح يصير. شو إلا أبوي قطع حديثنا وقال كم تقعد من يوم هنا يا سعد؟ قلت له والله بقعد يا يبا حدود 3 أيام أو 4 أيام بعدها برجع. قال لي خلاص زين. اللي أمي تقول زين 3 أيام أجل بعطيك الرد خلال اليومين هذه وراح نحصل لك الزوجة المناسبة اللي راح نخليك تتزوجها. قلت أبد يا يما. صدق يا جماعة خير مرت يومين اللي أمي جايت لي يقول اسمع حصلنا بنت فلان ويمدحونها الحريم ويقولون إنها بنت طيبة وراعية أصول، ها وش رأيك تدخل عليها وتشوفها الشوفة الشرعية ولا لا؟ قلت لها يا يما أبد تم، قلي لهم إن إحنا بنجي ونشوف البنت. صدق أمي علمتهم ومرت هذه الأيام بشكل سريع وأعجبتني هذه البنت وكتبنا كتابنا يا جماعة الخير، والعرس راح يكون بعد 2 شهر من الآن. المهم خلصت إجازتي عند أهلي ورجعت يا جماعة الخير للديرة اللي موجودة في الشمال وجلست أكمل عملي لين التاريخ اللي قبل العرس بأسبوع. رحت كلمت الرئيس اللي عندنا وقلت له يا فلان أنا والله رجال عندي زواج بعد أسبوع بروح أسن عموري من الآن. قال لي أبد حفظك ربي والله يوفق. وصدق طلعت من المنطقة هذه الموجودة في الشمال ورجعت للجنوب عند أهلي. طبعا يا جماعة الخير قلت لكم الشمال تراها هي شمال المدينة ولكن تراها تبعد ممكن 400 أو 500 كيلو، إذا قلت لكم الجنوب يعني اعرفوا إن الأماكن مختلفة عن بعض، هذا في الشمال وهذا في الجنوب، في المسافة اللي يقطعها مسافة كبيرة. المهم رجعت يا جماعة الخير للمنطقة اللي ساكنين فيها أهلي وجاء اليوم الموعود اللي هو موعد العرس وتزوجنا يا جماعة الخير وخد زوجتي وطلعت المنطقة الشمالية من جديد لأني هناك أصلا عندي شقة ومضبط وضعي بالكامل. المهم يا جماعة الخير عشت هناك عند المنطقة القريبة لعملي بعد مرور ممكن من زواجي ما يقارب 3 سنوات. في عندنا يا جماعة الخير حول بيتنا مكتب مخصص للرسائل البريد، خلوني بعلمكم وش أسلوبه. قبل إذا في شخص يبغى يرسل رسالة لشخص يرسلها عن طريق البريد. خلوني أعطيكم مثال بسيط على مكاتب البريد زمان. مثلا أنا يا أسامة أبغى أرسل رسالة من هنا للمنطقة الشرقية اللي هي الدمام أو الخبر، فأروح المكتب البريد اللي موجود عندنا مثلا في الرياض، فأكتب رسالتي وأحطها داخل هذا البريد والبريد هذا مسؤولنا يأخذ رسالتي يوصلها لمنطقة الخبر أو منطقة الدمام وتقعد عندهم الرسالة لين يجي شخص يبحث عن هذه الرسالة وياخذها. فكانوا زمان كل أسبوع كذا يمرون على هذا البريد يتأكدون هل في رسائل وصلتهم أو شيء، تتأكد هل في رسائل أو لا. طبعا الكلام هذا قبل ما تطلع الجوالات يا جماعة الخير اللي هي الجوالات الذكية. المهم يقول سعد أنا كل 2 أو 3 أسابيع أمر على هذا البريد، في يوم الأيام رحت لهذا البريد وحصلت رسالة جيتني من أخوي الكبير، فأخذت الرسالة هذه فقلت أكيد إنه يسأل عني ويطمن عني. أخذت هذه الرسالة من البريد وطلعت من عندهم وركبت السيارة وتوجهت للبيت لحد الآن ما فتحتها. المهم جلست في الصالة يا جماعة الخير وفكيت الرسالة وطلع الورقة اللي موجودة جوا إلا أحصل رسالة جيتني من أخوي الكبير يقول فيها سلام عليكم يا سعد أتمنى أنك بخير وبصحة، سعد حاب أقول لك الرسالة هذه وأتمنى أنها ما تأثر عليك ولكن أبوي انتقل إلى رحمة الله وإذا تقدر تجي في أقرب وقت أتمنى أنك تجيني، وفي توقيع تحت ومع التاريخ اللي أرسل فيه الرسالة. لما أقرأ التاريخ صار مر على هذا التاريخ 2 أسبوع، فيعني يا جماعة الخير عزا أبوي خلص ولا قدرت أدفن أو أصلي عليه. يقول سعد مباشرة توجهت اتصلت على رئيسي في العمل سلام عليك يا فلان أنا راح أطلع أبوي متوفي وأبغى أشوف الوضع عند أهلي. قال أبد الله يحفظك ومر لزوجتي واقول لها ترى ابوي مات له 2 أسبوع لحد الان نبغى نطلع من الان نتوجه للمنطقه اللي ساكنين فيها اهلي. قالت ابد انا معاك
معاك ونركب السيارة يا جماعة الخير، وحدود الخمس ساعات أو ست ساعات أنا موجود في المنطقة اللي ساكنين عندها أهلي. وادخل ذاك اليوم بيت أبوي إلا أختي كانت قدامي، فأول ما شافتني قعدت تبكي وصارت تقول ترى يا سعد أبوي مات وليه ما جيت لك فترة طويلة. سكت وما رديت عليها، فتوجهت على طول يا جماعة الخير للمجلس حق البيت وحصل أمي وحصل ثنتين من خواتي. فأول ما شافوني تغيرت وجيههم، قالت لي أمي تعال يا سعد اجلس، قالت لي اسمع يا سعد أبوك مات الله يغفر له ويرحمه وهذا يومه، ولكن يا سعد في مشكلة أكبر من هذه كلها، أبغاك تتكلم مع أخوك الكبير وتاخذ منها العلم. قلت لها يا إما علم إيش وش السالفة؟ قالت لي إن أخوك الكبير ما يبغى يقسم الورث ويقول إن في مشكلة راح أشرحها لكم بعدين. قلت لها ليه ما يبغى يقسم الورث وش صاير؟ قالت والله ما أدري، أبغاك تتواصل مع أخوك الكبير وتاخذ منها العلم الأكيد. قلت لها وينه؟ يقول إنها مسافر له ما يقارب أسبوع أو أسبوع ونص. يقول سعد أنا طلعت من المجلس وجا في بالي، قلت لها يكون أخوي الكبير سواها سرق الورث ولا فكر عنده أخوان وراح وخلاهم، والشيطان صار يلعب بيمين ويلعب بيسار وكل يوم قاعد يغيب فيه قاعد يزيد تأكيدي ان اخوي الكبير سرق الورث وانه ما يبغى يعطينا منه قرش. المهم انتظرت اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث، بعد ما مرت خمس ايام الا اخوي الكبير رجع للبيت. اول ما رجع شافني في وجهه قال لي مرحبا سعد تعال ابغاك شوي. يقول سعد انا قلت في نفسي الحين ساحب عليهم ما يقارب ثلاثة اسابيع والان يقول تعال ابغاك شوي وش يبغى ذا سارق الفلوس وبعد ويتكلم. المهم يا جماعة الخير رحت لأخوي الكبير قلت له مرحبا وش فيه وش صاير وبعدين ليه ما تبغى تقسم الورث؟ قال اسمع سعد فيه مشكلة كبيرة احنا طايحين فيها. يتحس ماشر وش المشكلة؟ قال الورث معاي وانا فهمت اخواني الثانيين، ولكن يا سعد صار فيه مشكلة ابوي مغبيها عننا من زمان. قلت له وش هي؟ قال لي يقولون ان ابوي قد ذبح شخص ونحاش، والاشخاص هذول اللي ذبحهم ابوي قاموا يطالبوننا بالدية وقالوا اذا تبغونا نتنازل تنازلوا عن حلال ابوك كامل. يقول سعد انا قلت له انت صادق، كيف اتنازل عن حلال ابوي؟ بعدين حلال ابوي يا جماعة الخير ممكن يوصل 30 او 40 مليون، مبلغ ضخم مرة. طبعا ايه المبالغ هذه ما هي بكاش، لا عبارة عن اصول واراضي وبعض العماير. قلت هي مستحيل اتنازل، وبعدين كيف عرفوا ان ابوي توفى وما جو إلا في اللحظة اللي مات فيها أبوي؟ قلت له بعلمك كيف عرفوا أن أبوي توفى، نزلوا في أحد الجرائد أن فلان بن فلان بن فلان الفلاني توفى اللي هو أبوي. المهم عرفوا هذا الخبر وجاني واحد منهم قال لي اسمع يا تتنازل عن ورث أبوه كامل ولا ترى راح نقتل واحد من عياله. وانا بيني وبينك يا سعد ما ابغى الشيء هذا يصير. يقول سعد انا صرت بين مصدق ومكذب، ما ادري اخوي يبغى يسوي الفيلم ذا كله علينا عشان يسرق الورث ويمشي، ولكن يا جماعه خير اخوي ما كان في طبيعته حرفيا السرقه او انه ياخذ فلوس ما هي بله. 70% قاعد اعتقد انه صادق، 30% اعتقد انه قاعد يحتال علينا ويكذب. قلت له انت متاكد من الشيء ذا؟ شوي لاخوي الكبير يقول اسمع سعد انا ترى تنازلت عن الورث كامل وبقيت البيت هذا وارضين جنبنا وتنازلت لهم عن الورث كامل و قفلت كل الاشياء اللي يبغونها. قلت لي بالحلال انت صاحي ليه؟ بعدين ما يقدرون يسوون شيء، قضيه لها 30 او 40 سنه يجون الان يطالبون بالدم. الا اخوي الكبير يقول والله هذا اللي عندي. قلت له طيب انت كيف تتنازل بدون ما تاخذ اذني او اذن خواتي الموجودين في البيت، وكيف تتخذ الامر هذا بدون ما تاخذ اذنهم؟ الا اخوي يقول لي سعد كلهم موافقين على الشيء اللي قلت لهم الا انت، ترى كلهم يدرون عن هذا الشيء. قلت يدرون ان ابوي كان ذابح واحد؟ شوي لاخوي الكبير قال لا خواتي ما يدرون، ولكن ترى العيال وامي يدرون مثل ما انت عارف، ما نبغى نشوه صورة ابوي قدام خواتي. المهم قلت له لا حول ولا قوة الا بالله، والله يكون في عوننا. وصدق يا جماعة الخير الورث او القسم اللي خذوه هذول اللي يطالبون بالدم ما يقارب 27 او 28 مليون، يعني ثروة ابوي بنسبة 80% خذوها. المهم قفلت على هذا الموضوع وجلست مع اهلي شوي، وانا بيني وبينكم قاعد الموضوع هذا ياكل معاي جوا ويشرب، اقول هل من الممكن ابوي سواها وقتل احد وبعد ما عرفوا اسمه في الجريده جو يطالبون بدمه؟ يا اخي الشيء ذا ما يدخل المخ، وحس ابوي ما كان مجرم بهذه القوه. قلت لازم اتاكد من الموضوع واسال اقرب شخص لابوي بشكل كبير اللي هو يا جماعه الخير شخص اسمه هلال. وصدق واطلع ذاك اليوم يا جماعه الخير من البيت واتوجه لهلال هذا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا هلال؟ هلال صار يعزيني بابوي يقول لي ليه ما جيت العزاء. قلت له الله يغفر له ويرحمه والله اني ما دريت الا متاخر، ولكن يا هلال عندي موضوع ابغى اعرفه. قال لي وش الموضوع؟ قلت له انت من متى تعرف ابوي؟ قال اعرف ابوك ممكن من 35 او 40 سنه من زمان، وعلاقتي مع ابوك حرفيا كويسه. ليه وش صاير يا سعد؟ قلت له يا اخي في ناس جونا وكلموا اخوي الكبير وقالوا ان ابوي عليه دم واجبروه انه يتنازل عن الورث كامل، هل عندك علم عن هذا الموضوع صدق ان ابوي كان عليه دم ولا لا؟ اللي يقول لي هلال والله اسمع يا سعد انا والله ما اتذكر
أبوك عليه دم وأنه ذابح أحد ومنحاش. ما أتذكر حرفيا هذا الشيء كله، ولكن أخوك الكبير ما قال لك أبوك وين ذبح، في أي منطقة، ومين ذبح؟ قلت له لا والله باقي ما سألته. قال لي خلاص روح أسأله وبكرة العصر بإذن الله بيجيك مجلسكم. قلت له خلاص جزاك الله خير، صدق يا جماعة خير، وارجع لأخوي الكبير وأسأله. قلت له يا أخي اسمع، أبوي ذبح مين وفي منطقة ذا الناس اللي ذبحهم؟ المهم قال لي اسمه من أبوي ذبح ناس موجودين في منطقة محددة، وحدد لي هذه المنطقة وقال أهم من الناس هذول، وحدد لي برضو أسماءهم، قال إنه ذبح فلان بن فلان الفلاني. طبعا يا جماعة خير في شيء أنا نسيت أقوله لكم من البداية، اسم أبو سعد اسمه مازن، يعني سعد اسمه سعد بن مازن بن فلان الفلاني. خلوني أكمل لكم. المهم بعد ما علمني هذا كله في اليوم الثاني إلا جانا هلال في المجلس حقنا، سلام عليكم مرحبا ومسهلا وحياك الله. إلا قال لي ها بشر سعد وش صار، من الناس اللي ذبحهم أبوك؟ قلت والله أخوي الكبير يقول إن أبوي ذبح ناس موجودين في المنطقة هذه وبالتحديد من الأسرة الفلانية هذه، وإن الكلام هذا له ما يقارب 40 سنة. إلا هلال يقول لي والله أنا ما أتذكر ذا الشيء كله، ولكن أنا عرفت أبوك ممكن من 35 أو 36 سنة، ممكن إني تعرفت عليه بعد الشيء هذا إذا كان كلام أخوك سليم. وأنا الصدق يا سعد أبوك ما شفت منه إلا الطيب، أبوك رجال دائما يوقف مع الضعيف، ولكن يا سعد وش تبغى نسوي؟ يقول سعد قلت له اسمع يا هلال، أنا ودي أروح للمنطقة هذه، تعرف وينها فيه؟ قال لي والله أعرف وينها فيه، ولكن أنا ما راح أقدر أوصلك لين المنطقة هذه بالضبط، بوصلك قبلها ب 150 أو 160 كيلو، وأنت الله يسلمك وقف أحد السيارات اللي موجودة على الطريق وخلها توصلك لهذه القرية. قلت له أبد معك، أبغى أروح وأشوف الموضوع بالكامل. يقول سعد مباشرة اتصلت على دوامي وقلت لهم إني أبغى إجازة ما أقدر أجي الفترة هذه، وأحتاج من شهر إلى شهر ونص. يقول سعد المهم رحت للبريد وكتبت رسالة ووجهتها يا جماعة الخير للمركز المخصص العملي، وقلت لهم إني أبغى إجازة من شهر إلى شهر ونص، والموضوع هذا حرفيا طارئ ومستعجل. وقلت لزوجتي خليك في بيت أبوي لين أرجع لك بإذن الله. قالت لي وش عندك، وين رايح، وش الموضوع؟ قلت لها في موضوع بسيط بس راح أخلصه بإذن الله إني برجع. في اليوم الثاني يا جماعة الخير مرني هلال صديق أبوي المقرب مرة، مرني يا جماعة الخير بجمس بهبهاني لونه أحمر قديم، ركبت معاه وتوجهنا على الطريق. وأنا على الطريق اللي يقول لي هلال معليش بوصل بعض الأشياء على طريقي، في ناس موصيني عليها، وأنا هذه شغلتي حرفيا أوصل بعض الأغراض من المنطقة المنطقة. قلت له هلال الأغراض هذه معاك؟ قال لي ناظر ورا في الصندوق. صدق يقول سعد والتفت إلا حصل صناديق خشبية مربعة، يقول حوالي ممكن 4 صناديق، ولكن ما أدري وش فيها. المهم يمر على المنطقة الأولى وينزل الصندوق الأول ونكمل طريقنا لين نزلنا الصندوق الرابع. بعد ما وصلنا الصندوق الرابع قال لي اسمع يا سعد، الآن أبغاك تمسك هذا الطريق، شوف لك أحد السيارات اللي توديك، موتري أخاف إني أقطع ذا المنطقة ويتعطل علي، ولكن حط في راسك أنا في كل يوم جمعة أكون متواجد على الطريق هذا، وإذا بغيت ترجع في يوم من الأيام خلي أحد يوصلك بس لين النقطة هذه وبالتحديدا في يوم الجمعة. قلت له خلاص ابشر يا هلال. وانزل يا جماعة الخير من الجمس حقه، وطبعا الطريق يعني فيه زفلت ولكن زفلت قديم، وصرت أمشي على الطريق البري جنب الزفلت وانتظر أحد السيارات اللي تمر علي. وانا قاعد انتظر احد سيارات يا جماعه الخير، بعد مرور ممكن نص ساعه الا تمر سياره قديمه مره، وكانت السياره هذه ما هي مسرعه، واصير اشر لها ابغاهم يوقفون واركب معهم. الا صدق وقف الرجال وما انتبهت انه اصلا كان معاه عياله. قال لي مرحبا وش بغيت؟ قلت له معليش العذر والسموحه، وما انتبهت اصلا ان معاك عيالك، كنت ابغى شخص يوصلني قدام لين القريه الفلانيه هذه. قال لي تبغاني اوصلك؟ ابشر. قال لي خلاص ابشر اركب معي. قلت له طيب معاك زوجتك؟ قال بخلي زوجتي تركب ورا وانت تركب قدام معي. قلت له هبت. وصدق يا جماعة الخير واركب قدام معاه ونمسك هذا الطريق بعد ما قطع 100 كيلو او 120 كيلو. المهم احنا في الطريق سألني عن اسمي وقلت له ان اسمي سعد، وانا سألت عن اسمه وقال لي اسمه محمد. المهم استمرينا يا جماعة الخير في الطريق بعد ما قطع 100 او 120 كيلو ناظر فيني محمد وقال لي سعد اسمع زين، قال لي احنا قربنا لما الطريق اللي بيقطع بنا لين نهاية القرية، راح اوقف هنا وراح تكمل الان كذا بر، لان القرية هذه ما لها طريق معبد نقدر نمشي عليه، وانا بكمل طريقي سيده. قلت طيب كم كيلو راح اقطع عشان اوصل هذه القرية؟ قال لي والله يا سعد إذا ما خاب ظني من 20 إلى 30 كيلو، ممكن تحصل أحد ياخذك ويوديك قدام، لأن مثل ما انت شايف المنطقة هذه كلها مناطق ترابية وناعمة التراب، المشي في الرمل الناعم ممكن يخلي سيارتي تعلق، وبس والله وهذا اللي عندي. الصدق أنا ما كنت أبغى أطول عليه وقلت الله يعطيك العافية، لأن الصدق يا جماعة الخير ما قصر معي، وداني لين الحدود اللي توديني للقرية هذه. صدق وأنزل من عنده وأدخل في الطريق الترابي هذا، وعلى أمل إني أنا أوصل للقرية اللي قال لي عنها أخوي. المهم يقول سعد يا جماعة الخير
وانا قاعد امشي، والرمل الناعم هذا صار يتعبني بشكل كبير، ما معاي الا دبه مويه واحده وان شاء الله انها تكفيني. المهم يا جماعه الخير، واكمل طريقي لين ما قطعت ابو 6 او 7 كيلو. بيني وبينكم جاني تعب مو طبيعي، وبديت احس بالعطش واشرب من المويه هذه وانا ما ادري. فقلت خلني اريح شوي ابو نص ساعه وبعدها اكمل طريقي. صدق جلست وشربت مويه وروقت شوي. بعد نص ساعه يا جماعه الخير قمت من مكاني وكملت الطريق متجه للقريه هذه. وبيني وبينكم ما في اي احد مر مع ذاك الطريق، ابغى بس لو واحد يمر عشان ياخذني واروح لين عندهم. بعدها اتصرف كاني شخص غريب وضايع في البر. والله واكمل طريقي لين ما قطعت ما يقارب 70% من المسافه هذه، وجاني التعب وقلت لازم انام. في شجره يا جماعه الخير سبحان الله داخل ذي الصحراء، الشجره هذه معطيتني ظل بسيط، قلت خلني بنسدح جنبها واريح انام ابو 4 ساعات 3 ساعات وبعدها اقوم واكمل طريقي. المهم تمددت جنب هذه الشجره. المهم يا جماعة الخير صحيت من النوم وانا على هذه الارض والحمد لله ما جاني ولا شيء. توني بقوم كذا حاط يدي بقوم الا تجيني لسعة سريعة كذا وحارة مرة، وناظر على اليمين الا هو عقرب قرص اصبعي لاني حركت يدي لمة وكنت ما ادري اصلا. اول ما قرصني على طول خدت الملابس اللي انا لابسها وشقيتها وكونت لي نفس الحبل اللي راح اربط فيه اصبعي عشان السم ما يمشي داخل الدم، وصير يا جماعة الخير اربط هذا الحبل على اصبعي واشد عليه واربط 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 لين خلاص ما عاد صرت احس باصبعي نهائيا، ولازم اوصل للقريه في اسرع وقت عشان يتصرفون مع اصبعي. لحظات وانا قاعد امشي الا سبحان الله مرت من عندي سياره وصرت اشر لها من بعيد، ملابسي متقطعه وحالتي حاله وواضح ان البر حرفيا حاسني. اللي يسوق السياره هذا رجال كبير في العمر، واشر له واشر له لين شافني. قرب من عندي قال لي وش تبغى ومن انت؟ قلت له تكفى ساعدني قارصني عقرب وهذا انا رابط على اصبعي. شوي للرجال يقول ورني جيبك خلني اشوف معك شيء ولا لا. كان يا جماعه الخير الشخص هذا اللي جاي يساعدني خايف اني اكون منقطعين الطرق وابغى اقطع عليه طريقه. قلت له والله العظيم ما معي شيء، تكفى ساعدني اني ضايع في ذا البر وبسوي لك اي شيء انت تبغاه. المهم خذاني الرجال معي يا جماعه الخير بعد ما اتاكد ما معي لا اسلحه ولا شيء، وصار يسولف معي وقال لي انت وش جابك هنا ومن وين جاي؟ برضو انت وش اسمك؟ طبعا انا كحمايه لنفسي ما راح اقول له اسمي الحقيقي، ممكن هذا الشيء ما يسبب لي خطر ولكن ما ابغى اقول له اسمي الحقيقي لاي شخص غريب. قلت له ان اسمي عماد. قال لي مرحبا يا عماد، خلاص ان شاء الله قريب وراح نوصل للقريه هذه. قلت له وش القريه ذي؟ الا يا جماعه الخير قال لي اسم القريه اللي قال لي اياها اخوي. قلت الحمد لله جت الحركه هذه على الشكل المطلوب، وسبحان الله كل ربي ساق العقرب هذا لي انه يقرصني وادخل هذه القريه كاني شخص مصاب، وراح تسهل لي اشياء كثيره قدام. المهم وصلنا للقريه اللي ينادي يا جماعه الخير نفس الشخص المختص بالعلاج الشعبي، وقال له الرجال هذا ان الرجال قرص عقرب وربط على اصبعه ومقروص ترى ما له ولا 15 دقيقه. المهم خذاني الرجال وما ادري سوى في اصبعي وحط علي يا جماعه الخير جميع انواع الخضار، جاب بطاطس ودخل اصبعي فيه وحط لي عشب ما ادري وش تبغى. المهم الرجال هذا المختص في الطب الشعبي قدر يا جماعه الخير يلحق على اصبعي وقدر يطلع السم قبل ما يدخل جوا دمي، وقال لي اسمع يا عماد انا ما ادري وش راح يصير معاك ولكن ان شاء الله امورك زينه، ولكن الافضل نحن نوديك لاحد المستشفيات عشان يعطونا كبره مخصصه حرفيا للتسمم هذا، ولكن لا تشيل هم باذن الله انك ما تحتاجه، ولكن اذا حسيت بنفس الخدار في نفس اليد او حسيت بدوخه قل لي. قلت له باذن الله وشكرا لك وما قصرت معي. صدق يا جماعه الخير طلعت من عنده ورحت للرجال اللي وصلني وشكرته وقلت له الله يعطيك الف عافيه وشكرا حرفيا على مساعدتك لي وباذن الله اني بردها لك في المستقبل. الا شوي الرجال هذا يقول لي وين بتروح الحين يا عماد؟ قلت له والله ما في اي مكان اروح له، وبيني وبينك انا ما ابغى ارجع لقريتي. قال لي انت جاي من اي قريه؟ المهم اقوم يا جماعه الخير واقول له قريه بعيده مره 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 عننا عشان ما يكون في شخص جاي من ذيك القريه ممكن يعرفني ويقول هذا الشخص ما هو موجود عندنا. قال لي ابد حياك الله لازم اليوم تنام عندنا. قلت له ابد اللي تبغاه يصير. وصدق يا جماعه الخير جهز لي الفراش وجهز لي كل شيء. المهم تعشيت عنده يا جماعه الخير وحطيت راسي ونمت، وانا والله العظيم ما ادري وش راح يصير معاي بكره وما ادري وش الخطه اللي راح اعرف منها من الناس اللي خذوا ورث ابوي كله. المهم قمت في اليوم الثاني اول ما صحيت الا الرجال مجهز لي ذاك الفطور ومجهز لي ذاك الخبز. المهم افطرت عنده وبعدها قلت له اني انا بمشي. قال لي يا رجال لا تروح الحين خلك عندنا امرح، واليوم اصلا في عزيمه غدا مسويها شيخ القبيله. اول ما قال لي كذا قلت له خلاص ابشر انا معك، ولكن اخاف يسال يقول هذا مين ومن وين جاء. اذا سالك قال لك انت مين الا انك جاي من القريه الثانيه وانك ضيعت الطريق وساعدتك انا. قلت له خلاص اجل هدايه من الله ثم شورك. المهم جاء الوقت الموعود اللي راح نروح لشيخ قبيلتهم او المسؤول عنهم داخل هذه القريه ونتغدى عنده.
يقول أول ما دخلت عليه كانوا مجتمعين عنده ما يقارب 35 شخص، وباقي ما حطوا الغداء وقاعدين يقهون الرجال الموجودين عندهم. فقلت يا سعد استغل الفرصة الآن والقط لك الدلة والقط معها الفناجيل وصر قهوهم. وصدق يا جماعة خير، وأقوم والقط لي دلة واخذ لي فناجيل وصير قهويهم. طبعا الأمور هذه وعلوم المرجلة عارفها كلها من أبوي، وأعرف العادات والتقاليد كلها، وصير يا جماعة خير قهوي الأول وقهوي الثاني والثالث والرابع، قهويتهم كلهم من أولهم لآخرهم. إلا يا جماعة خير شيخ القبيلة يسألني قال لي أنت مين؟ طبعا ما راح أقول له أن اسمي سعد، قلت له نفس ما قلت للرجال اللي قبله، قلت له أنا اسمي عماد ونزلت ضيف عند الرجال هذا وما قصر معي، حصلني في البر بعد ما لدغني عقرب وجابني هنا وعالجني وأكرمني ونومني. يوم جيت بمشي قال في غدا عند شيخ القبيلة، قلت خلني أجي أشوفك على الأقل وبعدها أمشي. إلا يقول شيخ القبيلة أبد حياك الله والمكان مكانك واللي تبغاه يصير. المهم قلت له الله يحييك ويبقيك، وصرت قهويهم لين جاء الغدا. المهم جماعة الخير يوم شفت الغدا جاء وحطوه صرت أساعدهم في الصحون وأصف لهم السفر وأضبط كل شيء. طبعا أنا قاعد أسوي هذا كله عشان شيخ القبيلة يعجب فيني، والناس الكبار دائما يجتمعون عنده، أكيد عند عندهم سالفة عن أبوي ممكن يقولونها في المستقبل. يقول المهم إلا دخلت على شيخ القبيلة وقلت له ترى الغداء جاهز، قلط الرجال وصار يقلطهم يا مرحبا ومسهلا حياكم الله وانطحوا فالكم. جلسوا يا جماعة الخير على السفرة وصاروا يتغدون، وأنا صاير من هنا ومن هنا قاعد أخدمهم. سم تبغى موية؟ تبغى شيء؟ تبغى أجيب لك ذا؟ تبغى أجيب السكين؟ تبي ملعقة؟ وش تبغى أسوي لك؟ المهم صرت أخدمهم يا جماعة الخير في نهاية الغداء، إلا شيخ القبيلة قال لي ما شاء الله عليك، والله إنك خير من عيالي وإنك تعرف تقوم بالواجب، تكفى إني طالبك يا عماد، أبغاك تقعد عندي وتصير في مجلسي، وإذا جاء الضيوف أبغاك تقلطهم وتهتم فيهم، أنت راضي ولا ما أنت راضي؟ قلت له والله يا شيخ أنا ما عندي أي شيء أسويه، حتى لو رحت من هنا قريتي بعيدة مرة فما ودي أروح الآن، بالعكس جلستي عندكم والله العظيم إنها فضل علي، فأبد أي شيء تبغاه أنا موجود، وإذا تبغاني أمرح أو أنام نمت عندكم، وإذا تبغاني أمشي أبد مشيت وسريت. قال لي لا بالعكس حياك الله والمكان مكانك وبإذن الله إن إحنا منا مقصرين معك. المهم يا جماعة الخير يقول اشتغلت عند شيخ القرية هذا وصرت أخدمه وأقدم له الخدمات كاملة. مر وأنا قاعد أشتغل عنده ما يقارب أسبوع ونص، في يوم من الأيام جاء رجال غريب من القرية حقتهم وقلط عند الشيخ وأنا كنت موجود عنده. المهم قمت وقهويته يا جماعة الخير وصار يسولف مع الشيخ وأنا جالس قريب لمهم. مع السواليف للرجال هذا جاب اسم أبوي وقاعد يقول للشيخ الله يرحم أبوك ويغفر له، والله إنه رجال طيب وما كان يقصر معنا، ولكن حسبي الله على مازن اللي قتله وجعله يشوف العذاب في قبره. يقول سعد أول ما سمعت ذا الكلام قلبي قاعد ينحرق، قاعدين يتكلمون على أبوي قدامي وأنا ماني متحمل الموقف نهائيا، وبرضو ماني مصدق أن أبوي قد قتل أحد. المهم لحظات إلا الشيخ قاعد يناديني ويقول لي عماد، وأنا أصلا ناسي إني قايل لهم إن اسمي عماد من حرة السالفة. اللي يقول لي عماد تسمعني يا ولد عماد؟ شوي اللي تذكرت اني صدق ان اسمي عماد عندهم. قلت له مرحبا. قال لي وش فيك سهيت يا ولد من اليوم اناديك؟ قلت له والله معليش اني قعدت افكر وتفكيري راح بعيد، ولكن سموا امر وش بغيت. شوي اللي يقول لي الشيخ اسمع يا عماد الرجال هذا ما عنده عيال يخدمونه، وابغاك تروح معاه وتساعده اسبوع اسبوعين لين تزين اموره، والقرار هذا في يدك اذا انت تبغى تروح يا عماد او لا. فقلت له ابد اللي تشوفه وانا معاك باللي تبغاه واعتبر الموضوع حرفيا تم. قال لي خلاص اجل قم وروح معاه. المهم يا جماعة خير يقول سعد واطلع مع الرجال هذا واسمي مخفي عنهم كلهم. الرجال قال لي ابد اركب معي السيارة، واركب معاه في سيارة قديمة ونيت. قال انا بيتي يبعد من هنا ما يقارب 6 كيلو او 7 كيلو. قلت له خلاص انا معك باذن الله. يقول المهم اركب معاه السيارة طرق طرق ويعشق السيارة ويمشي. يقول بعد ما قطعنا ممكن منتصف الوقت الرجال اللي انا جاي معاه واللي كان قالط عند الشيخ قام يعرفني باسمه. قال لي انا اسمي مسفر وانا ساكن هنا من زمان والحمد لله على كل حال، ولكن والله العظيم حلمي اني اطلع من المكان اللي انا ساكن فيه واروح اسكن في المدينه. قلت له ليه وعسى ما شر وشوله تبغى تروح تسكن هناك؟ قال لي والله الحياه عند ذولي ما تنفع، وبعدين انت كم لك عندهم؟ قلت والله انا لي عندهم ما يقارب اسبوعين. قال لي رجال احذر منهم ذولي راعين شر وترى يمكن ما يعطونك حقك، واحذر منهم اشد الحذر. قلت له يصير خير. يقول سعد انا استغربت ان الرجال هذا قام يذمهم، قبله شوي قالت عندهم في المجلس كان يمدحهم ويقول ابوك وما قصر معاي وما ادري ايش، الحين قدامي صار يسب. فقلت في عقلي أكيد إن هذا تريك راح يسويه يبغى يعرف إني أنا إنسان صادق ولا كذاب، أو يبغى يعرف إن عندي بلا وجاي عندهم أو لا، وممكن الشيخ متفق معاه يبغون يطرحوني في هذا الموضوع، ولا ليه يخليني أروح مع هذا الرجال عشان
عشان بس اخدمه. المهم فسكت وكملت طريقي وقلت يا سعد سكر ثمك ولا تقول اي شيء، احذر منهم اشد الحذر. المهم كملت طريقي وانا معاه لحظات الا الرجال قاعد يتكلم على الناس هذولي، وزاد يا جماعة الخير المسبه مسبه. يقول سعد بيني وبينكم حسيت ان الرجال صادق ويكرههم، قلت هذا الرجال هو سبيلي الوحيد اللي اسأله عن ابوي، قلت خلني بسأله عن مازن هذا اللي قاعدين يتكلمون عنه اللي هو ابوي. قلت له طيب يا مسفر، قلت الرجال اللي اسمه مازن اللي كنتوا تتكلمون عنه قبل شوي، الرجال ذا وش سالفته وليه قاعدين تذمونه وتتكلمون عليه؟ قال لي هذا الرجال اسمه مازن بن فلان الفلاني. هنا يا جماعة الخير اكدت ان الرجال اللي قاعد يقول اسمه هو ابوي بالضبط. قال هذا رجال مجرم، ضيفوه الناس هذولي، وبعد ما ضيفوه بعد 3 ايام دخل احد الخيام وكان يبغى يسرق الذهب اللي فيه، وتقابل في الخيمة ولد الشيخ، وقام مازن طعن ولد الشيخ ونحاش. قلت طيب كيف طعنه وكيف عرفتوا السالفة؟ من علمكم السالفة؟ الرجال اللي جنبي اللي هو مسفر اللي يقول لي اسمع يا سعد والله انا ما شفتها بعيني، ولكن هم اللي قالوا لي السالفة وصارت تتناقل هذه المعلومة بينهم وانا عرفتها منهم. قال المهم انه مات والله يغفر له ويرحمه. فقلت الله يغفر له ويرحمه، وصدق بعد ما قال لي ذا الكلام بديت اقتنع في كلام اخوي اقتناع تام ان ابوي كان مجرم وعليه دم، وخيروه بين ورث ابوي ولا بين دم احد من عياله. المهم يا جماعة الخير وصلنا عند بيت مسفر هذا وصرت اساعده اليوم الاول اليوم الثاني. في اليوم الثالث قال لي اسمع يا عماد انا والله ما عاد احتاجك ويعطيك العافية، اذا تبغى تروح روح والله يكون في عونك، واذا تبغى ارجعك عند شيخ القبيلة تشتغل عنده ابد ما عندي مشكلة راح ارجعك له. قلت له ابد جزاك الله خير، لا ابد بما انك ما عاد تبغاني خلاص انا بطلع من عندك وباذن الله اني بسن عموري. يقول سعد يا جماعة الخير طلعت من بيت مسفر هذا وانا بين همين، ارجع لبيتنا ولا ارجع للقرية من جديد واسمع السالفة بالكامل، ابغى اعرف عن ابوي اكثر لاني صدق ما اعرف اي ماضي عن ابوي واحس في شيء جواي ما هو مرتاح، ودي اعرف السالفة كاملة وابغى اعرف عن ابوي اكثر بما انه عاش عندهم زمان في ايام شبابه. طلعت يا جماعة الخير من بيت مسفر بدون ما اقول لاني راجع للشيخ، وكان المكان يعني قريب ما هو بعيد يعني 8 كيلو 7 كيلو. يقول وامشيها على رجولي لين وصلت عند بيت الشيخ وادخل عليه السلام عليكم عليكم السلام واقلط عنده. يقول سعد بيني وبينكم يا جماعة الخير صرت انا قريب لما الشيخ واقدر اسال اي سؤال. في ذاك اليوم قلت له معليش ودي اسالك سؤال بسيط. قال لي وش بغيت؟ سمي يا عماد. قلت له يا اخي من اقدم شخص موجود هنا في القرية وشخص كبير في العمر. قال لي اقدم شخص راعي الحلال حق ابوي عمره الآن ما يقارب 69 سنة وما شاء الله لحد الآن ربي معطيه قوة. طبعا أنا ليه سألت عن أقدم شخص؟ أبغى شخص قديم في القرية ويعرف الناس اللي كانت موجودة هنا في القرية. المهم قلت له ما شاء الله هذا وين ساكن؟ ودي أجلس معاه ودي أسولف معاه ممكن عنده معلومات تفيدني في المستقبل. إلا الشيخ هذا قاعد يضحك قال لي أبد شوف بيته يسار بيتنا بثلاث بيوت مر عليه وبتحصله. وصدق يا جماعة الخير وطلعت من الشيخ هذا رحت أبحث عن الرجال هذا اللي يقولون عنه إنه الراعي المخصص لأبو الشيخ قبل، وطق عليه الباب ويفتح لي ولده. قلت له السلام عليكم كيف الحال طيب إن شاء الله، أبوك موجود ولا ما هو موجود؟ قال لي أبوي راح تحصله في السوق الشعبي اللي داخل القرية. قلت وين محله بالضبط؟ قال لي شوف محله محل يبيع السكاكين ويبيع جماعة الخير الخناجر. قلت له خلاص جزاك الله خير واطلع من عند بيته واروح لين السوق ادور عن الراعي هذا وادخل للسوق الشعبي هذا واحصل محله في الزاوية قدامي وادخل عليه السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا عم طيب ان شاء الله. المهم احاول اتقرب منه يا جماعة الخير واتبسم في وجهه لحظات اللي قال لي الرجال نعم وش بغيت وش عندك بغيت شيء من المحل؟ قلت له والله يا طويل العمر اني جاي ابغى اسالك عن شخص كان قديم هنا موجود. قال لي منه؟ قلت له انا والله ما اعرفه ولكن ودي اعرف سالفته. قال لي منه بس قل لي. طبعا انا الحين راح اساله عن ابوي فقلت له شخص اسمه مازن بن فلان الفلاني. يقول له وجه الراعي ناظر فيني. قال لي وش تبغى تسال عنه؟ من قال لك عن سالفته؟ قلت له انا سالفته سمعتها في الخيمه وانا رجال شغال عند الشيخ ولكن جاه رجال وصار الشيخ يذمه وصار يتحسب عليه فبغيت اعرف سالفته بالضبط وش هي ومن وين جاء وش وضعه اتمنى انك تساعدني في هذا الموضوع. الا قال لي الراعي اسمع والله ما اقدر اقول لك اي شيء عن موضوعه انا اعرف الرجال ما اقدر اقول لك عنه شيء. قلت له ليه يا عم وش السالفة وليه ما تبغى تقول لي؟ ابغى بس اعرف سالفته ترى موضوعه عادي. الا الراعي يا جماعة الخير يقول لي اسمع انت وش اسمك؟ قلت له اسمي عماد. قال اسمع يا عماد اسألني في كل شيء الا في سالفة الرجال ذا. قلت له ابد اللي تبغى يا عم. يقول اطلع من عنده وانا قاعد افكر في عقلي واقول ليه ما يبغى يقول لي سالفة ابوي وليه يوم قلت له اسم مازن تغير وجهه وكأن عنده سر مغبيه ما يبغى يقوله لي. يقول والتفت من جديد على المحل وناظر الرجال. قلت ادخل مرة ثانية واقول هذا ابوي وانا جاي اسأل عنه ولا اسكت ولا افضح نفسي عندهم.
قلت في نفسي يا رجال خلني اروح واكسر الشر، ما لها داعي انكشف من بدري، ولكن ما اقدر اطول عندهم هنا اكثر من شهر لاني لازم ارجع لدوامي واتاكد من الموضوع هذا كامل. المهم رحت ورجعت لين المكان اللي ساكن فيه الشيخ وصرت اسولف معاه واصب له القهوه واصب له الشاهي. المهم بعد مكوثي عند الشيخ هذا الثلاث ايام بعد سالفه الراعي، الا الراعي هذا يا جماعه الخير جاء وزار الشيخ في الخيمه وسلم عليه وجلس عندها شوي لحظات. يا جماعه الخير ابو نص ساعه الا الراعي هذا قام من عند الشيخ هذا وطلع من جديد يبغى يرجع للسوق. فاعتذرت للشيخ وقلت له بطلع اسولف مع الراعي شوي وبرجع لك. قال لي ابد يا عماد خذ راحتك واطلع من عنده يا جماعه الخير واصير امشي جنب الراعي هذا. قلت له مرحبا يا عم كيف حالك طيب؟ قال اهلا يا عماد حياك الله. شوي له قال لي ها ما قال لك الشيخ سالفه مازن؟ قلت له لا والله ما قال لي واستحيت اني اساله واحس اني عيب اني اساله عن شيء انا مالي دخل فيه، فعشان كذا انا اصلا جيت وسالتك. الا الراعي يقول ايه يا مازن الله يرحمه ويغفر له. يقول سعد انا استغربت، قلت الراعي يقول عن ابوي الله يغفر له ويرحمه؟ غريب فأكيد عنده سر مغبيه ولازم أعرفه في أقرب وقت، ولكن تدري ما راح أزوره الآن، بزوره بكرة وأتوقع أني أنا راح أقول له الموضوع كامل. صدق يا جماعة الخير نمت وصحيت في اليوم الثاني مريت الراعي في محله. قلت له اسمع سلمت عليك كيف حالك يا عم طيب إن شاء الله؟ قلت له يا عم أبغاك بكلمة راس. قال لي سم وش بغيت؟ قلت له هذه آخر مرة أسألك عن مازن ولكن تكفى أني طالبك الموضوع لا يطلع، أنا أسألك عن مازن لأن مازن هذا أبوي وأبغى أعرف السالفة كاملة. يقول اول ما قلت له ان هذا مازن ابوي تغير وجه الراعي، قال لي مازن ابوك؟ قلت له نعم ابوي. قال لي طيب وش بغيت؟ تكفى لا تسبب لي مشاكل وانا ماني فاضي للمشاكل حرفيا. قلت له لا لا بس ابغى اعرف الحقيقه. قال لي ما اقدر اقول لك اي شيء. قلت له اسمع اذا انت بتقول لي الحقيقه انا راح اقول لك كل شيء. قلت له اسمع لو ساعدتني في الموضوع هذا والله العظيم لساعدك، ولكن قل لي هل صدق مازن رجال قتل ولا ما قتل؟ الا يا جماعه خير الراعي ناظر فيني قال لي اسمع خليك ورا الدكان شوي وبجيك. قلت له ابشر واطلع جماعة الخير من ورا ويجي الراعي وراي. قال لي امشي خلنا نمشي في المنطقة البرية هذه ونسولف فيها على راحتنا. الا شوي الراعي يقول لي اسمع يا عماد انا والله ماني فاضي مشاكل ولكن ابوك ترى رجال طيب وتراه ما اخطا في حق احد وتراه ما قتل، انتبه يشوهون سمعة ابوك قدامك وترى ان ابوك رجال ما قد قصر مع احد. قلت له طيب وش السالفة وعلمني هل ابوي من اهل القرية هذه ولا لا؟ قال لي الحين بقول لك كل شيء. قبل ما يقارب 40 سنة أو 38 سنة أبوك جاء عندنا للقرية وأبوك ترى كان أبوه شيخ ولكن كان منحاش من أبوه ولا يبغى يقعد عنده. قلت له ليه وش السالفة؟ قال بعلمك كل شيء بسبب أن أبوه كان رافض أن أبوك مازن يدرس وأبوك قرر أن ينحاش من قريته يروح القرية ثانية يتعلم فيها. قال لي المهم في يوم الأيام صادفت أبوك في القرية اللي احنا فيها الآن، قابلت وجه بوجه وعلمني سالفته كاملة وقال لي أنه يبغى يشتغل هنا 6 شهور بعدها بيروح يعيش في المدينة لأن أبوك كان شخص طالب للعلم بيشتغل عند الناس هذولي اللي موجودين هنا. وقالوا لأبوك خلاص راح نشغلك عندنا براتب كل شهر ينزل لك. قلت له طيب وش بعد صار؟ قال بعلمك كل شيء يصبر. مرت 6 شهور الأولى وأبوك ما عطوه فلوسه وكان كل ما جاي يطلبهم ويقول لهم عطوني فلوس يقولون له خلاص بنعطيك إياها بعدين قدام ما راح يضيع لك حق أبشر حقك بيجيك. استمرت هذه الحالة على أبوك ما يقارب 2.5 سنين وهم قاعدين يمطلون فيه ولا يبغون يعطونه فلوسه. يقول المهم بعد 2.5 سنين أبوك كان عنده خوي اسمه خليل، هذا خوي ابوك الروح بالروح وخليل ما استلم فلوسه برضه. فاتفقوا هو ابوك انهم يدخلون خيمه الشيخ. قلت له الشيخ هذا اللي موجود هنا؟ قال لا ابوه. قلت له ايوه ايش بعد صار؟ قال بعلمك. المهم دخلوا لخيمه الشيخ كانوا ناويين ياخذون الذهب وياخذون حقوقهم ويمشون ويخلونهم. ابوك دخل خيمه وخليل دخل خيمه وانا ذاك اليوم كنت اراقبهم من بعيد، لاحظت ابوك دخل الخيمه اللي فيها الحريم قال باخذ ذهبي منهم وبمشي، وخليل دخل خيمه الشيخ برضو بياخذ الاشياء اللي عنده وبيمشي. المهم يقول لخليل طلع من الخيمه ويقول يا مازن انحش ترانا انكشفنا، ويطلع ابوك وخليل وينحشون من الخيمه. قلت له طيب وش صار؟ قال بعلمك وش صار، انا قبل كنت راعي عندهم وكنت برضو اصنع لهم سكاكين. المهم بعد ما سمعت اصواتهم وهم قاعدين ينحشون دخلت الخيمه الشيخ الا احصل الشيخ طايح في الارض ومطعون في صدره. قلت له كذا طيب اللي ذبح الشيخ ما هو بابوي؟ اللي ذبح الشيخ هو خليل. اللي يقول لي الراعي اي نعم اللي ذبح الشيخ خليل ولكن بعلمك وش صار بعدها. انا طبعا الراعي ما راح يصدقوني ابد، يصدقون اي واحد موجود هنا الا الراعي. يقول المهم انحاشه يوم انحاشوا. يقول المهم الا خليل رجع من جديد الخيمه وكانت الناس كلها متجمعه. الا خليل يقول قال انا اعرف من اللي ذبح الشيخ، واللي ذبح الشيخ تراه مازن وانا شايفه بعيوني وتراه انحاش من عند ذاك الجبل، فالحقوه قبل ما يروح. وبس وهذه السالفه يا عماد.
قلت له اسمعني زين، بما انك قلت لي الموضوع الحقيقي انا بقول لك بعد. انا اسمي مو بعماد، انا اسمي سعد، ولكن قايل لهم عماد ما ابغاهم يعرفون اسمي. الان بسالك، خليل وين هذا، حي ولا ميت؟ الا الراعي يقول لي لا خليل حي، ولكنه نقل من القريه هذه وراح للقريه الثانيه اللي جنبنا. قلت له تقدر تعلمني مكانه؟ الا الراعي يقول لي اسمح لي يا سعد، الى هنا انا بوقف معك، وتكفى اني طالبك، اعتبر اني ما قلت لك شيء. المهم اللي قلت للراعي تكفى ساعدني، والله اذا ساعدتني اني والله لاعطيك 200,000، ولكن تكفى اني طالبك ساعدني. يقول الراعي صار يناظرني ويقلبها في راسه، قال لي اسمع يا سعد، انا بدلك على مكانه، ولكن تكفى لا تقول اني قلت لك اي شيء. قلت له ابد، بس علمني مكانه، والله ما علم احد ابد. قال لي خلاص زين، وصدق يا جماعه الخير وعلمني مكانه وعرفت مكانه بالضبط. زابن في احد القرى ومنحاش حرفيا من السالفه هذه، وبرضه ذابح شيخ القبيله ولفقها في ابوي ومشى. بعد ما دلني على مكانه قلت الحين يا سعد وش راح تسوي، وش الموضوع اللي راح تسويه بالضبط؟ المهم قاعدة تدور في راسي أفكار عشان أثبت على خليل هذا الكلام كله. قلت له الحين جبت الراعي وديته عند شيخهم، ما راح يصدقونه أبد مثل ما قال لي قبل، مستحيل أنهم يصدقونه أبد. فقعدت يا جماعة الخير محتار ما يقارب 3 أيام أو 4 أيام، وأنا أفكر يمين ويسار شلون راح أثبت على خليل أنه هو الشخص القاتل. وطرى يا جماعة الخير في ذاك اليوم في بالي فكرة، قلت اسمع يا سعد، ليه ما تسوي هذه الفكرة وممكن تمشي وممكن تثبت فيها براءة أبوك الله يرحمه. المهم رحت بعدها يا جماعة الخير للراعي، سلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك طيب؟ تتذكر السكين اللي الرجال طعن فيها شيخ القبيلة؟ قال لي اتذكرها واعرفها زين. قلت له طيب تقدر تسوي لي نفسها بالضبط؟ قال لي اقدر اسوي لك نفسها بالضبط، ولكن وش تبغى فيها؟ قال تكفى اني طالبك، ابغاك تسوي لي نسخة منها، وباذن الله اني اقدر اثبت فيها براءة ابوي. الا يناظر فيني الراعي ويقول لي يا سعد وش بتسوي، علمني. قلت له يا اخي سوها وما عليك. قال لي خلاص ابشر، تعال لي بعد 4 ساعات 5 ساعات وبتحصلها جاهزة. قلت له خلاص زين، ما راح اجيك بعد 4 ساعات، راح اجيك بكرة. قال لي تمام تمام. وصدق يا جماعة الخير، والفكرة اللي جت في راسي يا جماعة الخير اللي هي اني اروح لشخص صاحب دين وعلم موجود في القرية، وهو الشخص اللي راح يساعدني. صرت اسأل عن شخص صاحب دين ومحافظ على صلاته وملتزم فيها، افدلوني على امام المسجد اللي موجود عندهم. قالوا لي ان هذا الرجال شخص يخاف ربه ومستحيل يظلم احد، والرجال هذا صادق في كل شيء يقوله. وصدق يا جماعة الخير رحت لين عند باب الإمام حق المسجد هذا، وصليت عنده صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر بعد ما قاموا الجماعة رحت وقربت عنده وسلمت عليه، سلام عليكم مساء الخير وكيف حالك يا شيخ، إن شاء الله بخير. وصدق الرجال هذا واضح في وجهه الراحة التامة. المهم يا جماعة الخير، الواضح من الإمام ومن وجهه تعرف أنه إنسان طيب مرة، وباين في وجهه حرفيا كل الخير. فأول شيء سألته عن اسمه، قلت له معليش الاسم الكريم. قال لي أنا اسمي نواف. قلت يا مرحبا بالشيخ نواف، أنا يا نواف عندي موضوع وأبغاك تساعدني فيه، والموضوع هذا إن شاء الله على حق. قال لي أبد وش عندك؟ قلت له ما ينفع أتكلم معاك هنا، تقدر تطلع برا وأسولف معاك على أريحية؟ قال لي أبشر. صدق يا جماعة الخير لحظات اللي طلع الإمام نواف وأطلع معه، قلت له معاك أخوك سعد. نواف أبغى منك خدمة بسيطة واحدة، انت رجال مصدق بالخير وامام مسجد، فابغاك تساعدني في موضوع يخص شخص انظلم. قل له نواف يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ولكن وش تبغاني اسوي لك يا سعد؟ وش الشيء اللي تبغاني اقدم لك اياه؟ قلت له عندي خطة ابغى اسويها مع شخص، والشخص هذا حرفيا ظلم ابوي، وظلمه قبل ممكن 30 سنة، وابغاك بس تسمع الكلام اللي راح يقوله وتشهد على كلامه. قال لي ابد ابشر، وين تبغى ومن هو الرجال وش السالفة بالضبط؟ المهم يا جماعة الخير صرت اشرح لنواف السالفة كاملة. قلت له ان ابوي مات، وبعد فترة طلبوا الورث حقه عشان يتنازلون على الدم، ولكن يوم بحثت في الموضوع صار ابوي ما له دخل في القتل، واللي قتل هذا كله شخص اسمه خليل. المهم علمته الموضوع بالكامل. قال لي ابد خليل هذا وين فيه، وين راح تقابله بالضبط؟ قلت له انا راح اقابله في اي مكان هنا موجود، بشوف لي مكان راح اقابله فيه، ولكن ابغى اعرف انت معاي يا نواف ولا ما انت معاي؟ قال لي والله ابشر انا مع الخير، لاني معاك ولا معه، والكلام اللي راح اسمعه راح اقوله. بعدين قلت له اسمع، ما ابغاك تكون في وجهه، لا ابغاك تسمع حرفيا من ورا ستار او من ورا عازل، اهم شيء ما يشوفك، وابغاك تسمع الكلام هذا باذنك وتتاكد منه. وعدنا باذن الله بكره في المسجد هذا، وبعلمك المكان اللي راح نتقابل فيه. وصدق يا جماعه الخير وطلعت من عنده ورحت على طول للراعي. السلام عليكم. عليكم السلام، تكفى نبغى مكان نقابل فيه خليل، ويكون هذا المكان يعني شوي صاد والناس ما هي منتبهت له، والمكان هذا يكون شوي صاد والناس ما تنتبه له. قال لي اسمع، قال مالك الا مكان واحد. قلت له وين؟ قلت له وين؟ قال لي مالك الا الخيمه اللي موجوده جنب بيت الشيخ اللي يقلط فيها الضيوف.
تعرف هو المكان المناسب اللي تقدر تغبي فيه نواف اللي هو الإمام، وأنا راح أنادي لك خليل. قلت له خلاص أجل تمام، موعدنا بإذن الله بعد صلاة العصر في الخيمة حقة الشيخ اللي هو شيخ القبيلة، وأنا راح أكلم الإمام نواف وأقول له يجي هناك. بعدين شوي قال لي الراعي، اسمع يا سعد، غب نواف ورا الرواق حق الخيمة اللي هو عرفتوه يا جماعة خير الرواق اللي يحطونه في البر. كان جوا الخيمة هذه في نفس الرواق كذا محطوط جوا، فقال خليه يقعد هناك وأنا راح أجيب لك خليل لين عندك ولا تشيل هم. قلت له أبد جزاك الله خير. المهم وطلع يا جماعة خير من عند الراعي، واليوم الثاني على صلاة الظهر كلمت الإمام نواف وقلت له وعدنا بإذن الله بعد صلاة العصر بالخيمة اللي موجودة جنب بيت الشيخ. قال لي خلاص ابشر راح أكون موجود هناك. المهم يا جماعة الخير وصدق ورحت للخيمة هذه وجلست فيها لحظات إلا جاء الإمام نواف وتخبى يا جماعة الخير ورا الرواق. ورحت يا جماعة الخير وجبت السكينة اللي صلحها لي الراعي وحطيتها جوا كيسة وجلست في الخيمة لحظات إلا دخل علي الإمام نواف وقلت له توز ورا الرواق. كذا بعد ما مرت 20 دقيقة إلا دخل علي يا جماعة الخير رجال بعمر 68 سنة. قال لي من اللي هنا اسمه سعد؟ قلت له هنا. قال هلا يا سعد، وش بغيت مني ومعنيني من ابعد مكان لين هنا، وش تبغى مني؟ قلت له اسمع يا طويل العمر، انا جاي هنا ابغى اسولف معاك بموضوع قديم. المهم يقول سعد خليت الرجال يقعد، وقفت انا على رجولي وخليته قاعد على الارض واطلع السكينه واقول له اسمع يا خليل، تشوف ذا السكينه؟ بناظر فيها. قال وش فيها؟ قلت له ناظر فيها زين، ناظر فيها. قال وش فيها؟ سكينه عاديه. طبعا يا جماعه الخير اكيد السالفه مرت عليها سنوات كثيره، فاكيد ان خليل ما تذكرها. قلت له السكينه ذي ما تذكرك شخص قتلته وبعد رميت التهمة على مازن ومشيت. يقول إلا وجه خليل تغير. قال يا ولد انت وش تقول؟ قلت له اسمع، الآن العلم تقدم وكل شيء صار باين، وهذه السكينة اللي طعنت فيها صدر الرجال ومات. بما أن العلم تطور يا خليل بحثنا عن البصمات اللي موجودة على السكينة وحصلنا بصماتك عليها. طبعا يا جماعة الخير البصمات أصلا تنتهي بعد فترة وجيزة ويختفي أثرها بالكامل، ولكن يقول سعد أنا استغليت جهله في هذا الموضوع وصرت خوفة من هذه الناحية. قول لحظات إلا خليل يقول طيب اسمع يا ولد، أنت واضح إنك قاعد ترمي علي التهايم وانت ما عندك دليل. قلت له يا ابن الحلال عندي شاهد انك انت اللي قتلت مو مازن، وزيادة عليها بصماتك موجودة في السكينة، فيعني مالك مفر. الا خليل يا جماعة الخير خذ الغضب فيه وصار يحتمي بشكل كبير. قال لي طيب اسمع، انا اللي قتلته وما حد راح يصدق كلامك. كلامك اعرف انه مطلوق في الهواء ما منه اي تأثير. قلت له يا خليل بصماتك على السكينة. قال لي يا رجال ما حد راح يصدق، وبعدين لا تفتح مواضيع قديمة. طبعا يقول سعد انا بس كنت ابغاه يقولني انا اللي قتلته عشان يسمع الامام نواف الكلام كامل وينقله لشيخ القبيلة. لحظات جماعة الخير طلع الامام من ورا من المكان اللي كان متخبي فيه. الا خليل انصدم وصار يقول له الامام والله ما توقعتها منك، وما توقعت في يوم من الايام تكون شخص ظالم لهذا الدرجة، تقتل الرجال وتمشي في جنازته، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا جماعة الخير طلع خليل من الخيمة هذه وهو ضايق. كلمت الإمام نواف وقلت له أتمنى أنك تشهد بالكلام هذا عند شيخ القبيلة وتشهد باعترافات خليل على نفسه أنه هو الشخص اللي قتل. وصدق يا جماعة الخير خدت نواف ورحت مريت الراعي ودخلت على شيخ القبيلة وسلمت عليه يا مرحبا ومسهلا وكيف حالك طيب إن شاء الله. فقلت له أول شيء أنا طالبك الأمان. إلا قال لي شيخ القبيلة وش فيك يا عماد؟ قلت له اسمي ما هو بعماد، أنا اسمي سعد، ولكن أنا أول شيء طالبك الأمان وأنا في وجهك. قال لي سم وآمر وش بغيت، والأمان جاك آمرني وش بغيت. قلت له يا طويل العمر أنا سعد بن مازن بن فلان الفلاني اللي قلته أن أبوه قتل واحد منكم. يقول شوي إلا الشيخ تغير وجهه وقال لي أنت راجع هنا تأخذ بحق أبوك؟ قلت له لا ماني جاي أخذ بحق أبوي، أنا جاي ومعاي دليل أن أبوي مو هو الشخص القاتل. إلا شيخ القبيلة قال لي كلامك ذا عليها دلة. يقول سعد اللي أناظر في الإمام نواف وأقول له نواف قل الكلام اللي عندك. وصار يا جماعة الخير نواف يقول لشيخ القبيلة إن ترى مازن ما له دخل وإن اللي قتل خليل وسمع هذه الاعترافات كلها عن طريق خليل. قال من الشاهد الثاني؟ يقول سعد فقلت له الراعي. أول ما قلت له الراعي وجه الشيخ تغير. قال إذا الراعي قال إن خليل أهو القاتل بحقك بتاخذه يا سعد. إلا الراعي يا جماعة الخير صار يتكلم ويقول إيه نعم يا طويل العمر، من ذيك الأيام وأنا ساكت ولا أبغى أقول لأنكم كنتوا ما تصدقوني. ترى مازن ما هو الشخص اللي قتل، واللي قتل هو خليل، وكنت شايفه ذاك اليوم طالع من خيمة اللي حصلنا فيها الرجال الميت. إلا يا جماعة الخير الشيخ ضاق وقال لي يا سعد أبوك قصيناه مظلوم، والحين وش تبغاني أسوي؟ قال لي تتكلم عن موضوع قصينا فيها أبوك قبل 35 سنة.
يقول سعد اول ما قالوا لي انهم قصوا ابوي قبل 35 سنه قلت له معليش ابوي ميت ماله 3 اسابيع. قال لي يا ابن الحلال انت متاكد؟ والله العظيم انه مقصوص قدامي وانا شايفه بعيني. انت وش اسمك؟ ليكون الموضوع فيه تشابه اسماء وجيت لين هنا تبغى تاخذ حقك. قلت له انا اسمي مازن بن فلان الفلاني. بعدين سالته قلت له الرجال اللي عندكم تعرفون اسمه كامل؟ الا الراعي تكلم وقال انا اعرف اسمه كامل. صار يا جماعه الخير يقول لي مازن بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني. صار يا جماعه الخير موضوع كامل تشابه أسماء من إلى. وسبحان الله لربي ساقني من بعيد عشان أحل قضية ما لي دخل فيها. أدركت أني قاعد أدابك في موضوع ما هو بلي. حسيت الربي مسيرني من أبعد الأماكن لين هنا عشان أحل هذه القضية وأمشي. بعدها يا جماعة الخير قلت دقيقة، ليكون أخوي لاعب لعبته وكاذب علينا وسرق الورث وخلاه معاه، أو إن في رجال جاء كذب عليه في هذا الموضوع وسرق فلوس أبوي ومشى. قلت له اسمع يا شيخ، أبغاك تكتب لي ورقة تثبت فيها براءة ابوي وان ابوي ما له دخل في الموضوع. الا الشيخ يقول ابوك ما كان عندنا ولا نعرفه. قلت له تكفى، ابغاك تكتب لي ورقه لان في شخص يقولون انه جاء من عندكم يطالب بورث ابوي، واذا ما اعطيناه بورث ابوي راح ياخذ دم واحد من عياله، واحنا رحنا وسلمناه الورث كامل. الا يا جماعه الخير الشيخ ينادي واحد موجود عنده قال جيب لي الورقه والقلم، وصار يا جماعه الخير يكتب ويطلع الخاتم الحديدي حقه اللي فيه الختم نفسه. هذا خاتم قديم فيه نفس التوقيع الجاهز، وياخذ يا جماعه الخير ويبصم على الورقة هذه فيها. يعطيني الورقة وقال امسك، هذه ورقة تبري أبوك بالكامل، وإن ما في رجال من عندنا يطلب أبوك فلوس. يقول سعد طلعت من عندهم مستعجل، أبغى أشوف أخوي الكبير هو صادق ولا كذاب، وأطلب من الناس الموجودين عندي يوصلوني لين النقطة اللي يكون فيها هلال متواجد. إلا في واحد منهم قال ابشر بوصلك واركب معايا جماعة الخير السيارة يوصلني لين النقطة اللي موجود فيها هلال واللي كنت متفق معاه فيها إنه هو يجي في كل يوم جمعة في ذاك المكان. المهم صرت انتظره لين ما مرت الساعة الأولى والساعة الثانية. إلا يا جماعة الخير جمس هلال مار من قدامي وأصير أشر له ويشوفني من بعيد. أول ما ركبت معاه قال لي ها وش صار؟ قلت له والله يا هلال صارت مواضيع كثيرة وصار أبوي ما له دخل نهائيا في هذا الموضوع، والموضوع هذا كله تشابه أسماء، والآن أبغى أوصل بيتنا وأتأكد من أخوي هل هو سرق الفلوس ولا في رجال لعب عليه. شوي اللي يقول لي هلال اسمع يا سعد، ترى أخوك سألني عنك قبل أسبوعين أو أسبوعين ونص وقلت له أني وصلتك لهذه المنطقة. قلت له يا هلال ليه قلت له؟ مفروض ما تقول له أبد ولا تخليه يعرف بالموضوع كامل، لأني أنا رايح بالسر ولا قلت لحد. المهم قلت له حصل خير وكملنا الطريق يا جماعة الخير، وهلال قال لي بيوصل بعض الصناديق اللي موجودة معاه اللي دايما كان يوصلها. وصل عند الأول ووصل عند الثاني، وإحنا في الطريق يا جماعة الخير يوم جاء الليل إلا قدامنا نقطة تفتيش. أول ما جت هذه نقطة تفتيش إلا يضربني هلال قال لي سعد تعدل قدامنا الناس المخصصين في أمن الطرق. صدق يا جماعة الخير وقوم وتعدل داخل هذا الجمس، إلا لحظات يوم وقفنا جنب العسكري ناظر في وجه هلال بعدين ناظر في وجهي بعدين قال لنا انزلوا من السيارة. أول ما قال انزلوا من السيارة راح يسوي التفتيش المعتاد اللي دائما يسوونه رجال الأمن في لحظات قليلة وراح يمشينا. أول ما نزلت من السيارة بعدت عنها لحظات اللي جاء عسكري يفتش في جيوبي، فتشني يمين فتشني يسار وصار يفتش في يدي وبرضه صار يفتش عند رجولي، وقاعد ألاحظ في هلال باين عليه التوتر بشكل مرة كبير. قربت من عنده وقلت له يا هلال ظنك يطولون في التفتيش ولا ما راح يطولون؟ قال لي بإذن الله أنها تعدي بسرعة. المهم يا جماعة الخير اللي أشوف العسكري يقرب من عند الصندوق أو من عند الحوض حق الجمس وسحب يا جماعة الخير اللي هو الصندوق الخشبي اللي كان دائما يوصلها هلال. فتح الصندوق ورحت انا طليت فيه الا اشوف ان في الصندوق هذا اللي موجود فيه رز، وصار العسكري يدخل يده تحت وانا قاعد اناظر فيه واقول له هذا وش قاعد يدور. بعدها العسكري يا جماعه الخير سحب يده من الصندوق ونزل من السياره وراح عند خويه شوي الا خويه جانا ومسكه هلال يا جماعه الخير وكتفوه وطقوا الكلبشات في يده. بعدها مسكوني يا جماعه الخير بعد هلال وطقوا الكلبشات في يدي. يا ولد شو السالفة وش صاير؟ للعسكري يقول تسوون نفسكم مجانين؟ الحين اوريكم وش صاير. ويجي يا جماعة الخير ياخذ الصندوق الخشبي هذا ويفتحه وجاب نفس البلاستيك عشان ينثر فيه الرز، نثر الرز على البلاستيك هذا، بعدها سحب نفس الطبقة كذا او نفس الحديدة اللي فاصلة بين الرز وبين شيء موجود تحت. اول ما سحبها قال شوف وش موجود وطل يا جماعة الخير في الصندوق، الا الصندوق صار فيه مخدرات.
أنا هنا انهبلت، قلت يا ولد أقسم بالله العظيم مو بوقته، والله العظيم إن هذا الموقف مو بوقته نهائيا. أبغى أروح أبلغ أمي وأبلغ خواتي إن الورث موجود وبإذن الله ما راح يضيع حقنا. الآن يمسكوني بتهمة حملي للمخدرات مع هلال خوي أبوي. أخذونا يا جماعة الخير وركبونا السيارة حقة الشرطة، وأنا والله العظيم بين هم وهم. همي الأول يوم جيت من القرية ذيك وتعبت فيها عشان أبري أبوي، وصار الرجال اللي قاعد عاد بريه مو بابوي، ولا في المصيبة اللي طايح فيها الآن. المهم يا جماعة خير، خذونا العساكر بعد ما خلصوا النقطة الأمنية حقتهم كذا بنص ساعة ساعة، حركوا سيارتهم ودونا للقسم حق الشرطة، نزلونا افتحوا باب الحبس ودفونا فيه، قالوا لنا اجلسوا هنا لين تيجي مكافحة المخدرات وتشيلكم، والآن أبغى معلوماتكم وأسماءكم كاملة عشان يبغى يا جماعة خير يسجلها في النظام. المهم عطيته اسمي وقلت له سعد بن مازن بن فلان الفلاني، وهلال عطاه اسمه بالكامل. يقول سعد أنا نظرت في هلال، قلت له يا هلال الله يهديك ما قلت لي انك تشيل مخدرات ولا كان ما ركبت معاك. قال لي وش اسوي يا سعد، انا احتديت وصرت ابيع في المخدرات هذه، ولكن تكفى اني طالبك انك تسكت ولا تقول لحد. قلت له اقسم بالله العظيم يا همك سقيم، همي اكبر منك بكثير يا هلال، الحين وش بنسوي؟ بتعترف لهم وتقول اني انا مالي دخل وتطلعني من الموضوع هذا؟ يا هلال تراني عسكري، والله لو دروا دوامي بهذا الشيء اللي قاعد يصير الان والله ما يخلوني عندهم. تكفى يا هلال اني طالبك، ابغاك تعترف وتقول لهم اني انا مالي دخل في المخدرات. الهلال ينظر فيني وقال يبشر ابشر يا سعد لا تشيل هم، بقول لهم ان شاء الله انك مالك دخل في المخدرات هبل. المهم مر الوقت وكذا ولحظات الا جاء ضابط يا جماعه الخير من مكافحه المخدرات، دخل علينا قال وين الاثنين اللي تقولونهم؟ قالوا له هنا موجود في الحبس، يفتح الباب ويدخل. قال انتوا اللي قاعدين تنقلون المخدرات من جهه لجهه؟ انا سكت ولا قلت له شيء وانتظر هلال يتكلم. صار يعيد السؤال الضابط اللي هو المخصص للمخدرات، قال لي تكلموا من راعي المخدرات؟ من الشخص المسؤول عن توصيلها؟ برضه يا جماعة الخير هلال ساكت. قلت ما له داعي أتكلم الآن وأقول له أنا مالي دخل، ومفروض هلال هو اللي يعترف كل شيء الآن، ولكن الواضح أن هلال متفشل من نفسه بشكل كبير. إلا الضابط يسأل يقول السيارة باسم مين؟ قلت له أنا باسم هلال. قال يعني اللي حامل المخدرات هو هلال؟ قلت له إي نعم يا حضرة الضابط. لف علي الضابط وقال لي أنت المساعد المخصص لهلال صح؟ قلت له لا يا حضرة الضابط مالك لوا. بعدين قال لي أجل وش ركبك معاه؟ قلت له والله أنا ركبت معاه عشان يوصلني، والرجال ما قصر خذاني وجاب وصلني وقبضته علينا، وانا والله العظيم مالي دخل في الموضوع. الا الضابط حق المخدرات يسال هلال قال هل الكلام اللي قاله الرجال صحيح ولا لا؟ هلال ساكت ولا قال اي كلمه. ولف على هلال قلت له هلال يرحم والديك تكلم، اقسم بالله العظيم انك نشفت دمي، قل للرجال اني انا مالي دخل، تكفى يا ابن الحلال فكني من ذا الموضوع وتعرفني رجال مالي فيها. ولكن الصدمه يا جماعه خير الهلال يقول انا والله ما عندي شيء اقوله، وسووا فينا اللي تبغون تسوونه. قلت له يا هلال الله يرحم والديك، انت رفيق ابوي، بحرام تحطني في موقف نفس كذا. الا الضابط يا جماعه الخير قاطع كلامنا، قال يعني انت تعرفه من زمان وقبل شوي تقول بس انه كان راح يوصلك؟ قلت ايه والله اني اعرفه من زمان وطلبت انه بس يوصلني ولا ادري انه هو بياع مخدرات. قال لا واضح ان الموضوع متفق عليه وانكم صدق بياعين مخدرات. قلت له اقسم بالله ما لنا دخل. قال ولا كلمه، بكره الصبح نشيلكم للسجن باذن الله. وانا ناظر في هلال قلت له هلال الله يرحم والديك، قل له الله يرحم والديك تكفى يا هلال والله اني ماني فاضي مشاكل، تكفى اني طالب، قل له اني مالي دخل، خلني اروح اخلص موضوع ابوي وبعده يا شيخ سوي اللي تبغى. ساكت ولا حياه لمن تنادي ولا عطاني حرفيا اي اعتبار. طلع الضابط يا جماعه الخير وقفل باب الحبس. بعدها ممكن بساعتين الا دخل علي يا جماعه الخير اخوي الكبير، يفتح الشباك حق الحبس يقول لي سعد وجيه، واطل مع الشباك حق الحبس الا يا جماعه الخير جنبه امي. قلت له والله يا امه مالي دخل. امي تقول لي اخص واقطع ولا اسمع لك نفس. ولا أسمعك تتكلم وتقول أمي. قلت يا يمة أقسم بالله العظيم مالي دخل. إلا أخوي الكبير أضرها معبي راس أمي ويقولها مو بنا قايل لك إن ذا الولد داشر وشخص مو متعلم، فأكيد إنه بيسود وجيهنا نفس كذا. قلت يا يمة والله مالي دخل، لا تسمعين كلامه، والله يا يمة مالي دخل، والله إن أخوي يكذب عليك، والله يا يمة إني مظلوم. قالت لي أمي ولا كلمة ولا أسمعك تتكلم ولا تجيب اسمي على لسانك. قلت يا يمة، قالت لي مختفي لي 3 أسابيع عشان تروح تبيع في ذا المخدرات. قلت يا يمه والله العظيم مالي دخل، اسمعيني زين، انا والله اني رايح اتاكد بخصوص ورث ابوي، وطلعت الحقيقه يا يمه وبرجع ورث ابوي بالكامل باذن الله. قالت امي اسكت ولا كلمه. الا اخوي يقول هي يمه اتوقع انها هلوس من تعاطيه للمخدرات.
وناظر فأخوي قلت له أنت اسكت لا تعبي رأس أمي. والله العظيم يا أمه أني صادق وبإذن الله بس أطلع وبتشوفين كل شيء. الأمي تقول لي أنا مالي بأمك ولا تعرفني ولا عرفك، تراك خذلتني قدام ربي والناس، وزيادة على كذا تراك بتطلق زوجتك وما راح أخليك تعيش معها لأنك أنت ما تستحقها. وطلعت أمي من عندي وراحت وأنا قلبي مكسور مكسور وفي غبنة وضيقة تعبان كل ذا التعب يا يمه. آخر شيء تجين سمعيني الكلمتين هذه وتمشين ومصدقة أخوي الكبير، واضح أن أخوي الكبير كان معبيها. عرفت هنا ويقنت أن أخوي الكبير سوى لعبة كبيرة عشان ياخذ حلال أبوي كامل ويسرق خواتي وأمي وينسبون الفضل له. المهم يا جماعة الخير ضاق صدري وصرت بين همين، هم يمين وهم يسار، وهلال وراي كان يسمع كلام أمي لي. قلت له يا هلال تكفى اعترف، تكفى قل لهم اني مالي دخل، تكفى اني طالبك. قال لي هلال والله اسمع يا سعد، بما اني كلت الموضوع وهلك تبروا منك خلك معاي تونسني في السجن. اول ما قال لي الكلام هذا صدمت وصعقت، قلت من جدك انت تقول كلام ذا يا ابن الحلال؟ خاف ربك يا اخي، ما تخاف ربك انت. المهم سكت ولا قال ولا اي كلمه، وانا في قلبي ضيقه انسدحت يا جماعه الخير في زاويه الحبس هذا انتظر الصبح يجي عشان ياخذوني يودوني السجن. انسدحت وقعدت كذا ابو 3 ساعات او 4 ساعات وانا نايم، الا اسمع فتحه باب الحبس، الا يا جماعه الخير جت الشرطه المسؤوله عن العسكر، قال سعد بن مازن بن فلان الفلاني. قلت له انا. قال تفضل معنا. قلت ليه وين؟ قال للمحكمه العسكرية. قلت ليه؟ والله ما لي دخل. قال كل شيء هناك راح يبان، يلا همش معنا. ياخذوني يا جماعة الخير العسكر يودوني لين عند الشرطة المخصصة في محاسبة العسكر، لهم محكمة ولهم قاضي ولهم كل شيء، وخذوني يا جماعة الخير بالسيارة حقتهم لين ودوني السجن المخصص العسكر وسجنوني فيه. اليوم الثاني إلا أنا معروض على اللجنة عبارة عن 3 عساكر واقفين قدامي ويحللون في قضيتي. قالوا لي يا سعد وش الموضوع بالكامل وشرح لنا إياه من البداية للنهاية، وأصير أشرح لهم الموضوع بالكامل إني أنا رحت من المنطقة الفلانية وهذا وصلني وما ادري ايش. بعدين يرد علي واحد منهم قال لي سعد افادونا فيه الشرطة والناس المسؤولين عن الطرق انهم راكبينك قبل 3 اسابيع كنت راكب مع هلال يوم وصلك للنقطة هذه. يتكلمون يا جماعة الخير يوم هلال وصلني لين الطريق اللي قال لي انزل وكمل طريقك بعدين. قلت لهم اي نعم، نزلني وبعدها مشيت وركبت مع ناس لين وصلوني المنطقة هناك محددة بخصوص قضية عائلية عشان احلها، وبعدها رجعت بعد 3 اسابيع وكنت متفق اني اقابله عند المحطة. قالوا لي من يثبت الكلام هذا؟ قلت لي يثبت الكلام هذا شيخ القبيلة اللي رحت له، روحوا واسألوه راح يقول لكم كل شيء. قالوا لي خلاص راح نتحقق من الموضوع. إلا شوية جماعة الخير يطلع واحد ثاني قال أنا المسؤول عن الأمور الجنائية. قلت هي وش الجنائية وش تبغى؟ قال لي راح يتم مسح البصمات اللي موجودة على الصندوق، إذا وجدوا فيها بصمتك راح تتعرض لعقاب قانوني. أول ما قال لي كذا أنا هديت، قلت الحمد لله والله أنها ما فيها بصمتي، روح أبحث وباللي تبغونه. إلا يا جماعة الخير يتكلم الشخص الثالث، قال لي من الشخص اللي كان معاك وش علاقتك فيه؟ وصير يا جماعة الخير أشرح له علاقتي فيه. قلت هذا خوي يا ابوي ورجال كبير في العمر وقلت له يوصلني وما بيني بينه اي علاقه الا ذاك الموقف، ولكن خوي ابوي من زمان. شوي يا جماعه الخير قالوا رفعت الجلسه وقاموا كلهم، خذاني واحد ودوني الحبس يروحون يتحققون من الموضوع. المهم يا جماعه الخير وقعدت ما يقارب يا جماعه الخير ال5 ايام. بعد 5 ايام لجاني العسكري وقال لي سعد بن مازن بن فلان الفلاني. قلت موجود. قال تفضل معنا. ويدخلوني يا جماعه الخير على اللجنه من جديد. قال حكمنا في قضيتك واللي تبين لنا يا سعد انك شخص مالك دخل في الموضوع كامل، تم اثبات كل شيء بخصوص موضوع وكلامك، وهذا الله يسلمك صك البراءة حقك، تفضل تقدر تباشر دوامك وترجع من جديد. الله يعطيكم العافية ما قصرتوا، شكرا لكم يا أخي. يقول سعد واطلع من ذاك المكان واتوجه على طول الوين رايح لبيتنا، أبغى أمي بس، أمي اللي قالت لي الكلام السيء لي يوم كنت في الحبس، أبغى أوريها صك البراءة بعدها أقول لها الموضوع كامل. وصدق يا جماعة الخير وصل لبيتنا وادخل على أمي اللي أمي زعلانة علي، قالت لي جيت؟ قلت لها هي أمي جيت وهذا صك براءتي، يوم أقول لك إن مالي دخل ما صدقتيني ومصدق أخوي الكبير الحرامي. اسمعي يا يمه، ترام حللوني ومسحوا البصمات وسووا شيء وعرفوا اني شخص مالي دخل في الموضوع. الشيء الثاني ترى اخوي الكبير سارق الورث كامل ويقول انه معطيه ناس كانوا يطلبون ابوي بالدم، تراه كذاب كلامه ما يمت للصدق بصله، وهذه يا يمه الورقه ماخذها من شيخ القبيله يبري فيها ابوي. اول ما قلت الكلام هذا الام تناظر فيني قالت لي من جدك تتكلم يا سعد؟ تقسم بالله العظيم يا يمه ان ال3 اسابيع اللي غبت فيها اني رايح اثبت براءه ابوي فيها، ولكن انصدمت من تعاملك لي يوم كنت في الحبس. المهم
أمي صارت تقول لي تكفى يا سعد سامحني، والله أني ما دريت وأني ظلمتك، وأنا ما أحب أشوفك بهذا الموقف ولا أتمنى واحد من عيالي يكون متعاطي، افتكفى سامحني. قلت لها يا أمي أنا مسامحك ولكن الآن أبغى حقنا يرجع أنا وخواتي. الأمي تقول لي اسمع أخوك واضح ما يبيله إلا الشرطة، رح الشرطة يا سعد واثبت كلامك كامل. وصدق يا جماعة الخير وانطلق للشرطة وأقول لهم كل شيء، قالوا لي خلاص راح نستدعي إخوانك ونستدعي خواتك وراح نحل هذا الموضوع قدامكم. صدق يا جماعة الخير نسقوا على موعد واستدعوا إخواني كلهم واستدعوا خواتي وأمي وأنا معهم، وصار القاضي يحلل في الموضوع هذا. وطلب القاضي يا جماعة الخير من إخواني إن كل واحد يوريه كشف حسابه، وراحوا البنك وجابوا كشف حسابي، أمكان كشف الحساب يا جماعة الخير اللي هو الورقي، وجابوا كل شيء. وهنا تبين يا جماعة الخير إن أخوي الكبير أهو وإخواني الثانيين بدون خواتي طبعا متفقين على ورث أبوي ومقسمينه بينهم. فحكم القاضي إنه يرجع الورث كامل، وإن القاضي أهو اللي بيقوم في تقسيم الورث، وإن إخواني راح يأخذون حقهم الشرعي بخصوص هذا الموضوع. المهم حكموا عليهم يا جماعة الخير بالسجن وغرامة مالية تعزيرية، ورجع الحق لصاحبه. وهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم. أتمنى أني وفقت في روايتي لهذه القصة. سبحان الله القصة هذه أقسم بالله العظيم إن في مواقف في الحياة تبين لك إن ربي ما راح ينساك أبد، والمظلوم راح ينصر حتى لو بعد حين. تخيل إن ربي يسوق سعد من منطقة صحراوية قديمة عشان يثبت براءة شخص لا يمت له حرفيا بأي صلة رحم، ويطلع في النهاية ذاك الشخص مو بأبوه. وبعد ما أشوف الموقف هذا سبحان الله والله العظيم إني على ما أقول شهيد، إني أتذكر الدعوة اللي دائما أقول فيها الله يسخر لك ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. الجنود هذولي أهم عباد ربي الموجودين في الأرض. سبحان الله كيف ربي سخر سعد عشان يفك قضية ما هي بقضيته. ولهنا أقول الله يعطيكم ألف عافية، وصدق إن القصص تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل.